السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم من جديد. معكم مستر وليد خليفة عبد الراضي، إدارة البلانة التعليمية محافظة سوهاج. مع بعض النهاردة إن شاء الله هنكمل باقي مراجعات مادة التاريخ، واللي بدأنا فيها من شهور عديدة، واللي توقفنا عند نهاية آخر فصل من فصول المنهج المقررة علينا السنة دي، اللي هو الفصل الخامس. النهاردة إن شاء الله هنراجع كده بطريقة يعني متميزة شوية، طريقة جديدة تختلف عن الطريقة اللي كنا بدأنا بيها قبل العيد. طبعا كل سنة وجميع الأمة العربية والإسلامية ومصر بلدنا الحبيبة بكل خير وصحة وسلام. رجعنا قبل كده فصول الخمسة المقررة علينا، اللي هم كانوا على التوالي ورا بعض، بداية من أول فصل اللي هو الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام، ثم الفصل الثاني بناء الدولة الحديثة في مصر في عهد محمد علي، ثم الفصل الثالث اللي هو مصر منذ الثورة العربية حتى قيام الحرب العالمية الأولى، ثم الفصل الرابع مصر بعد الحرب العالمية الأولى حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، وانتهينا بآخر محاضراتنا قبل العيد مباشرة اللي هو الفصل الخامس اللي هو التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى. وكلنا طبعا عارفين انه الثلاث فصول من السادس للثامن طبعا تم حذفهم من هذا العام. طيب احنا المفروض كده رجعنا الخمس فصول دول بالتفصيل واتكلمنا على كل كبيرة وصغيرة في هذه الفصول الخمسة. النهاردة المفروض هنراجع بطريقة مميزة زي ما ذكرت لكم من شوية، والطريقة دي مش هتبدأ يعني نتكلم على الفصول على التوالي، هنبدأ نتكلم على موضوع داخل المنهج بتاعنا. بمعنى ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف بمعنى ايه. المنهج بتاعنا مليان ومجموعة من الموضوعات الفرعية زي الزراعة والصناعة والتجارة، الناحية التعليمية والفرمانات اللي موجودة والحروب والمعارك وغيرها وغيرها من الموضوعات الفرعية اللي موجودة تقريبا في جميع الفصول الخاصة بمنهج التاريخ. مراجعتنا من النهاردة إن شاء الله ولحد قبل ليلة الامتحان هنبدأ نتكلم على الموضوعات الفرعية دي بشكل مفصل شوية، يعني هنمسك موضوع موضوع منهم ونبدأ نذكر كل تقريبا الكلام المرتبط بالموضوع وكل الأسئلة المرتبطة بالموضوع ده اللي ليه علاقة بالفصول الخمسة المقررة علينا السنة دي. فمثلا لما أجي أتكلم على الزراعة اللي هنبدأ بيها النهاردة إن شاء الله، وهناخد معاها الصناعة والتجارة والأحوال الاجتماعية، ذكر في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع. فإحنا دورنا النهاردة وفي الأسابيع الجاية كمان هنبدأ نتكلم مع بعض على كل عنصر من دول في جميع فصول المنهج الخاص بمادة التاريخ. ويلا عشان ما نضيعش وقت كتير نبدأ بأول جزء اللي هو الزراعة، ونشوف بالظبط بشكل عملي إزاي هنراجع مع بعض الزراعة في المنهج كامل. لما اجي اتكلم على الزراعة، ذكرت الزراعة اول حاجة في المنهج في الفصل الاول في فترة الحكم العثماني قبل مجيء الحملة الفرنسية، واللي من خلاله درسنا مع بعض انه الارض كانت بتبقى ملك للدولة العثمانية ممثلة في السلطان العثماني فيما يعرف باسم نظام ملكية حق الانتفاع. يعني كان الفلاح المصري بيكلف بزراعة الأرض بعد ما بيدفع ما تقره الدولة عليه من ضرائب، ده اللي احنا سميناه حق الانتفاع. طيب مين اللي كان بيجمع الضرائب من الفلاحين؟ طبعا كانت الضرائب بيتم تجميعها فيما يعرف باسم نظام الالتزام بواسطة ملتزمين، كل واحد منهم بيحصل على التزام لجمع الضرائب الخاصة بناحية أو عدة نواحي موجودة داخل مصر. وكان الملتزم طبعا بيأخذ قطعة أرض معفاة من الضرائب كانت بتعرف باسم الوسية، مقابل قيامه طبعا بجمع الضرائب من الفلاحين أو من المنتفعين. طيب الحاجة الثالثة، وده هنجمل فيه كل حاجة ليها علاقة بالزراعة في مصر في فترة الحكم العثماني، إنه كانت الزراعة متدهورة في فترة الحكم العثماني. والسؤال هنا بما تفسر، يعني ايه سبب تدهور الزراعة في مصر في العصر العثماني؟ السبب الاولاني هو عدم اهتمام الفلاح المصري اللي هو المنتفع بالارض
عدم اهتمامه بأمور الزراعة، وده لأنه كان بيعاني من سطوة الملتزم في جمع الضرائب، وأيضا كان هؤلاء الملتزمين كانوا بيفرضوا إتاوات خارج الضرائب المقررة. ليه؟ لأنهم كانوا بيضطروا إن هم بيدفعوا أموال طائلة حتى يحصلوا على هذا الامتياز أو هذا الالتزام، فكان بيفرضوا إتاوات الملتزمين على الفلاحين لكي يعوضوا ما دفعوه لخزينة الدولة علشان في الآخر يحققوا فائض ومكسب مالي. السبب الثاني اللي أدى إلى تدهور الزراعة في مصر في العصر العثماني طبعا هي الدولة نفسها، لأنها كانت غير مهتمة بأمور الري وتقوية الجسور لاتقاء الفيضان، وأيضا عدم اهتمام الدولة بحفظ الأمن. كده يكون احنا اتكلمنا على الزراعة في ظل الحكم العثماني ما قبل الحملة الفرنسية. طب تعالوا مع بعض نشوف الزراعة في أثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر. طبعا إلى حد ما انتعشت وظهرت الزراعة، وده بسبب قيام علماء الحملة بدراسة مجرى النيل وفحص القنوات والجسور، ده أدى إلى الانتعاش إلى حد ما. الحاجة التانية اللي قامت بيها الحملة الفرنسية إن هي خصصت جزء من الأرض المملوكة للدولة علشان تزرع فيها الغلات أو المحاصيل التي تحتاجها فرنسا، وبناء عليه تم إجراء كده تجربة في مصر لزراعة البن وقصب السكر لتصديره طبعا إلى فرنسا. الحاجة الثالثة إنه قامت الحملة بإنشاء حديقة لزراعة النباتات اللي كانوا جايبينها معاهم من فرنسا زي الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح، وأيضا اهتموا بزراعة الغلات اللي هي كده كده بتتزرع في مصر زي الأرز والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل الأخرى. ده كده الزراعة اللي درسناه احنا في الفصل الأول. تعالوا مع بعض نشوف الفصل الثاني واللي هنتكلم من خلاله على الزراعة في عهد محمد علي. محمد علي مجرد ما تولى حكم مصر قام بإحداث بعض التغييرات كده في مجال ملكية الأرض الزراعية. ترتب على التغيرات دي إنه قام بإلغاء نظام الالتزام، وصادر أراضي الملتزمين وسجلها باسم الدولة، وده من خلال مجموعة من الإجراءات اللي قام بها محمد علي من عام 1808 إلى عام 1814. كلنا عارفين طبعا أن النظام الاقتصادي اللي اتبعه محمد علي في مصر ما يعرف باسم نظام الاحتكار، اللي طبقه طبعا في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة. طب السؤال اللي جاي، كيف طبق محمد علي نظام الاحتكار في الزراعة؟ طبعا طبقه محمد علي من خلال حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية أنه قام بإعطاء أو تزويد الفلاح المصري بكل الاحتياجات اللي هيحتاجها في عملية الزراعة. هيحتاج إيه؟ هيحتاج بذور، هيحتاج مواشي، حيوانات يعني هتساعده في عملية الزراعة، وأيضا هيحتاج أدوات. طيب هل الحاجات دي كلها كانت ببلاش؟ لا طبعا، كان محمد علي هيخصم ثمنها من قيمة المحصول لما الفلاح يسلمه للحكومة. الحاجة التانية اللي عملها محمد علي إنه قام بإلزام الفلاحين المصريين بزراعة ما تحدده الحكومة من محاصيل زراعية. طبعا نظام الاحتكار اللي طبقه محمد علي أدى إلى نهضة الزراعة في مصر، وده السؤال اللي جاي عايزين نعرف أسباب نهضة الزراعة في عهد محمد علي. طبعا أول سبب، هم طبعا أربع أسباب رئيسية. السبب الأولاني هو إحلال أساليب زراعية حديثة بدلا من الأساليب القديمة، وده كان هدفه الأساسي زيادة الإنتاج وتقليل الجهد والتعب، فقام محمد علي باستقدام مدربين ماهرين من الخارج. السبب الثاني اللي أدى إلى نهضة الزراعة إنه محمد علي اهتم بالتعليم الزراعي، وده من خلال استقدامه لمجموعة من الخبراء الزراعيين من الخارج، وأيضا قام بإنشاء مدرسة للزراعة. السبب الثالث إنه قام بتحسين طرق الري، وده من خلال مجموعة من المشروعات اللي قام بيها زي شق ترعة المحمودية وإنشاء العديد من القناطر على نهر النيل طبعا، وأهمها القناطر الخيرية، واللي ترتب على إنشائها تحويل أراضي الوجه البحري إلى نظام الري الدائم. الحاجة الأخيرة إنه قام محمد علي بتحسين زراعة القطن، وكمان قام بإدخال أنواع جديدة من النباتات الزراعية طبعا زي أشجار التوت لتربية دودة القز طبعا اللي تستخدم
في يعني صناعة الحرير، وأيضا زراعة نبات النيلة الهندية اللي كان بيستخدم في صبغ الملابس. دي الأربع حاجات اللي أدت إلى نهضة الزراعة في عهد محمد علي. تعالوا مع بعض نتعرف على الزراعة في عهد خلفاء محمد علي، يعني بعد سقوط نظام الاحتكار. الحاجة الأولانية اللي حصلت إنه المزارعين أصبحوا أحرار في زراعة ما يشاءون من محاصيل وغلات زراعية. حدث تأخر وجمود في أساليب الزراعة. في عهد سعيد تم إلغاء ضريبة الدخولية اللي كان مقرر ليها 12% واللي كانت بتؤخذ على المحاصيل والمتاجر المتبادلة بين أسواق القرى لما كانوا بيدخلوا الأسواق، عشان كده كان بتسمى ضريبة الدخولية لأنها كانت بتفرض عند دخول الأسواق. الحاجة الرابعة إنه توسعت ملكية الأراضي الزراعية، كانت الأول ملكية انتفاع بس، توسعت إلى الحق في توريث الأرض أو هبتها أو حتى وقفها. ازدهرت زراعة القطن في مصر وارتفع ثمنه بشكل كبير، وده بعد قيام الثورة أو الحرب الأهلية الأمريكية، لأنه كانت أوروبا وخصوصا إنجلترا بتعتمد على القطن الأمريكي بشكل كبير. فلما قامت الحرب الأهلية في أمريكا بدأت تتحول الدول الأوروبية من استيراد القطن من أمريكا إلى استيرادها من مصر، عشان كده ازدهرت زراعة القطن في مصر وارتفع ثمنه. رقم ستة، حدثت محاولات لتطوير أساليب الزراعة وتم إدخال نباتات جديدة، وتم إصدار قانون المقابلة في أغسطس 1871. طبعا ده كان في عهد الخديوي إسماعيل، وهنتكلم طبعا على قانون المقابلة ده في الجزئية الخاصة بالقوانين في الفيديوهات في الأسابيع السابقة إن شاء الله. ده بالنسبة للجزء الخاص بالزراعة في فترة ما بعد محمد علي. محمد علي كان حفيده طبعا تولى الحكم اللي هو إسماعيل، وتوسع بشكل كبير في منطقة شرق أفريقيا أو ما يعرف باسم منطقة القرن الأفريقي، فكان مصر ليها دور كبير ودور حضاري كبير في منطقة القرن الأفريقي. دلوقتي نتعرف على دور مصر الحضاري في مجال الزراعة في منطقة القرن الأفريقي في عهد إسماعيل. طبعا الحكومة المصرية شجعت الأهالي على زراعة الأراضي البور، الأراضي التي كانت يعني ما بتزرعش، وبناء عليه وفرت لهم المية العذبة اللازمة لعملية الزراعة في هذه الأراضي. جلبت بعض بذور الخضروات والفواكه من مصر علشان تزرع أيضا في هذه المناطق، وده اللي هو كان دور مصر في منطقة القرن الأفريقي طبعا في مجال الزراعة. كده احنا انتهينا من الزراعة في الفصل الثاني، هنروح على الفصل الثالث وهنتكلم على أحوال مصر الزراعية تحت الاحتلال البريطاني أو في فترة وجود الاحتلال البريطاني في مصر. أول حاجة هتكلم عليها في الفترة دي إنه البريطانيين أو الإنجليز اللي كانوا بيحتلوا مصر كانوا بيهتموا بالزراعة أكتر من الصناعة. السبب طبعا عندنا سببين رئيسيين. أول سبب إنه من خلال الزراعة هيتم توفير المواد الخام الزراعية اللي بتلزم عمليات الصناعة الإنجليزية. الحاجة الثانية إنه من خلال الاهتمام بالزراعة وعدم الاهتمام بالصناعة كده هتتاح الفرصة أكتر وأكتر لتسويق المنتجات والبضائع الإنجليزية داخل السوق المصري. طيب تعالوا مع بعض نسأل سؤال مهم جدا في مجال الزراعة في مصر في فترة طبعا وجود الإنجليز أو الاحتلال البريطاني. الحاجة الأولانية هنتكلم على الدلائل على اهتمام الإنجليز بالزراعة في مصر، والدلائل هنا معناها مظاهر الاهتمام. كل مظهر أو كل دليل من دلائل اهتمام الإنجليز بالزراعة نتج عنه مجموعة من النتائج. تعالوا مع بعض نتعرف على مظاهر ونتائج اهتمام الإنجليز بالزراعة في مصر. أول مظهر من مظاهر الاهتمام طبعا هو تحسين نظام الري والصرف، وده من خلال استكمالهم لشق القنوات والترع اللي كانت يعني موجودة في مصر. قاموا بإصلاح القناطر الخيرية اللي لسه متكلمين عليها من شوية اللي قام بإنشائها محمد علي، هم اللي قاموا بإصلاحها. إقامة عدة قناطر أخرى على نهر النيل زي قناطر أسيوط وإسنا في الوجه القبلي، وقناطر طبعا زفتة في الوجه البحري، بالإضافة إلى إنشاء خزان أسوان الذي يقع حاليا شمال السد العالي في مدينة أسوان. طيب كل هذه الأشياء اللي قام الإنجليز بصناعتها في مصر
أدت إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة وزيادة الإنتاج الزراعي. الحاجة التانية اللي عملها الإنجليز في مصر إنه قاموا بزيادة مساحة الأراضي الزراعية اللي بتزرع بالمحاصيل الصيفية طبعا وعلى رأسها القطن، وده كان على حساب المحاصيل الشتوية طبعا وعلى رأسها الحبوب وخاصة القمح، وده أدى إلى إن مصر عجزت عن سد حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية، وتعرضت مصر لخطر الاعتماد على محصول واحد وهو القطن. الحاجة الثالثة اللي عملوها الإنجليز في مصر في مجال الزراعة إن هم قاموا بإدخال الاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة، وبناء عليه تكونت شركات لشراء الأرض واستصلاحها ثم بيعها للأهالي بالتقسيط وبفوائد مركبة. طبعا كلمة فوائد مركبة يعني في حالة عدم سداد الفلاحين لثمن الأرض في الوقت المحدد، أو يعني سداد الأقساط في الوقت المحدد مسبقا، يتم زيادة الفوائد والمبلغ المستحق بشكل مستمر يعني أضعاف مضاعفة. طيب السؤال هنا، لما بدأت الشركات دي والبنوك دي تبيع الأراضي دي للفلاحين بالتقسيط وبفوائد كبيرة، هل الفلاحين هنا هيبدأوا يكونوا قادرين على سداد هذه الأقساط في موعدها؟ معظم طبعا الفلاحين حصلهم عملية ارتباك شوية، ليه؟ لأنهم كانوا عاجزين عن سداد الديون، فبدأت البنوك الأجنبية والمرابين اللي كانوا بيدوا الأراضي للفلاحين يرجعوا تاني ويستولوا على الأراضي من الفلاحين، فيما عرف باسم البيوع الجبرية أو البيوع الوفائية. بيوع جبرية يعني بالجبر أو بالعافية أو بالقوة، وفائية نسبة لوفاء الديون يعني تسديد الديون اللي كانت على الفلاحين المصريين. طيب في حاجة أخيرة في موضوع الزراعة في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، إنه عايزين نتكلم على علاقة الزراعة بالوضع السياسي في مصر. طبعا اعتماد الاقتصاد المصري بشكل رئيسي على الزراعة في فترة الاحتلال البريطاني أدى إلى تعاظم دور السياسي للملاك الزراعيين. أنا بتكلم على كبار ملاك الأراضي الزراعية في مصر اللي يعرف باسم طبقة الأعيان. مكانتهم طبعا ازدادت، والكلام ده كان موجود من أيام الخديوي إسماعيل، ولكن بسبب اهتمام الإنجليز بالتخصص الزراعي ده أدى إلى ارتفاع شأن هؤلاء الملاك يعني من الناحية السياسية بشكل أكبر وأكبر. طب إيه سبب هذه أو هذا اللي هو الارتفاع في الشأن يعني أو زيادة مكانتهم بشكل أكبر؟ رقم واحد، لأنه من ملاك الأراضي الزراعية تشكلت مجالس المديريات، دخلوا في عضوية المجالس النيابية ودافعوا عن مصالحهم الزراعية، وده من خلال السلطة التشريعية، وبدأوا يستقروا في وظائف العمد وشيخ البلد، وده بعد طبعا اشتراط قانون العمد سنة 1896 أن يكون المرشح لشغل الوظيفة ممن يمتلكون 10 أفدنة على الأقل. طيب تعالوا مع بعض نروح لإنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في مجال الزراعة. الإنجاز الأولاني إنه قاموا باستصلاح الأراضي الصحراوية في مديرية التحرير والوادي الجديد، وقام أيضا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ببداية بناء السد العالي اللي تم إنجازه طبعا سنة 1970، وكان من أهم نتائجه إنقاذ مصر من الأخطار الجفاف والفيضان طبعا، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية. بالجزئية دي يكون إحنا انتهينا من الزراعة، واللي تقريبا كده جمعنا كل العناصر وكل الأجزاء اللي ذكرت فيها الزراعة في منهجنا بشكل كامل. تعالوا مع بعض نروح للعنصر الثاني عندنا النهاردة اللي هو الصناعة. نفس الكلام زي ما اتكلمنا كده على الزراعة في جميع الفصول، هنبدأ كده بالفصل الأول في الصناعة، واللي من خلاله نتعرف على الصناعة في ظل الحكم العثماني قبل مجيء الحملة الفرنسية. طبعا الصناعة كانت متدهورة، وده بسبب إنها كانت ما زالت يعني يدوية بسيطة، لم تصل للآلية كما حدث في أوروبا. طبعا أوروبا في التوقيت ده كان فيها الثورة الصناعية ودخول الآلة في عملية الصناعة. إحنا عندنا في مصر في التوقيت ده كانت الصناعة لسه يدوية بسيطة. كان الصناع بينتظمون في طوائف، والطوائف دول أو الطائفة نظام الطائف ده كان بيمثل همزة الوصل مع
الحكومة من حيث جمع الضرائب والإشراف على الإنتاج. جاءت الحملة الفرنسية على مصر، وبناء عليها نتعرف على الصناعة في فترة وجود الفرنسيين في مصر. طبعا الصناعة انتعشت بشكل أكبر كان في عهد مينو اللي هو آخر حكام الحملة الفرنسية في مصر، لأنه قام بإنشاء مصانع للنسيج والحدادة ومصانع للساعات والدباغة ومصانع لحروف الطباعة، واقترح عدم ضم عمال مصريين لهذه المصانع حتى لا تتسرب إليهم أسرار الصناعة الفرنسية. أيضا تم في عهد مينو إنشاء طواحين الهواء، وتم أيضا في عهده إصلاح دار صناعة السفن أو ترسانة السفن اللي كان قد أنشأها زعيم المماليك مراد بك في الجيزة من قبل. طيب الصناعة في عهد محمد علي زي ما تعرفنا كان بيطبق نظام الاحتكار في النظام الاقتصادي بشكل كبير، والصناعة طبق فيها الاحتكار من خلال انه امد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة بالسعر اللي كان بيحدده هو. كان ايضا بيرجع يشتري المنتجات بالسعر اللي هو بيحدده. طيب بيكسب ازاي اكبر مكسب ممكن؟ لانه كان بيقوم برفع اسعار بيع المادة الخام للصناع وبيخفض اسعار شراء المنتجات من هؤلاء الصناع. طيب ده بالنسبة لكيفية تطبيق نظام الاحتكار في الصناعة. طيب ما النتائج المترتبة على السياسة اللي عملها محمد علي في تطوير الصناعة؟ محمد علي أقام مصانع حكومية كانت بتتبع الدولة بشكل مباشر اللي هي بيعرف أو بتعرف باسم مصانع القطاع العام، وده طبعا عشان توفر الصناعات المطلوبة. كان بيجبر مشايخ الحارات على جمع الأطفال أو الصبية للعمل في مصانع الدولة بشكل إجباري، فأصبحت هذه المصانع بمثابة مدارس صناعية. قام أيضا باستخدام خبراء من الخارج في مختلف الصناعات زي ما عمل في موضوع الزراعة. أرسل أيضا بعثات صناعية لدراسة فنون الصناعة وترجمة الكتب الصناعية. دي الحاجات اللي عملها محمد علي في مجال الصناعة. بعد سقوط نظام الاحتكار في عهد خلفاء محمد علي تدهورت إلى حد ما الصناعة بشكل كبير، وده اللي أدى إلى قلة إنتاج مصانع الدولة بعد ما تم إغلاق معظمها. تدهورت الصناعات الحرفية الصغيرة، أدت إلى كساد هذه الصناعات واختفاء بعضها وخاصة في القاهرة، وده طبعا بسبب عدم قدرتها على منافسة الإنتاج الأجنبي اللي بدأ يغمر السوق المحلي بشكل كبير. في أواخر عهد عباس وأوائل عصر سعيد ازدهرت بعض الصناعات الحربية. السبب؟ طبعا السبب الرئيسي لازدهار الصناعات الحربية في أواخر عصر عباس وأوائل عصر سعيد هو اشتراك مصر مع الدولة العثمانية في حرب القرم، بناء طبعا على طلب السلطان العثماني، الحرب اللي كانت بين تركيا وروسيا واللي بدأت من 1853 حتى 1856. استمر انتعاش الصناعات الحربية في عصر الخديوي إسماعيل، وده بسبب زيادة عدد الجيش، رفع القيود عن بناء المعدات الحربية، وده طبعا بعد الفرمانات اللي استصدرها إسماعيل من السلطان العثماني، فتم تجديد المصانع الحربية القديمة وأقيمت مصانع جديدة. ده بالنسبة للصناعات الحربية. طب بالنسبة للصناعات التجهيزية والتحويلية، طبعا انتعشت زي حلق القطن واستخراج الزيوت ودبغ الجلود، ده بالنسبة للصناعات التجهيزية، والسكر والغزل والنسيج والورق، ده بالنسبة للصناعات التحويلية. كده يكون احنا انتهينا من الفترة اللي هي بعد سقوط نظام الاحتكار. تعالوا مع بعض نتعرف على دور مصر الحضاري من الناحية الصناعية طبعا في منطقة القرن الأفريقي في عهد الخديوي إسماعيل. كان الشباب الصوماليين بيحاولوا إن هم يرافقوا أو يصاحبوا يعني الجنود الحرفيين الصناعية يعني في الجيش المصري علشان يتعلموا منهم بعض الحرف زي حرفة البرادة والحدادة، وأيضا تعلم الهالي صناعة الأقمشة من المصريين. كده يكون احنا انتهينا من موضوع الصناعة في الفصلين الأول والثاني. تعالوا مع بعض نتعرف على الصناعة في الفصل
الثالث لما نتكلم على الصناعة طبعا في فترة وجود الاحتلال البريطاني في مصر. أول حاجة هتكلم عليها هو إنه الصناعة كانت متدهورة وضعيفة من أيام سقوط نظام الاحتكار من بعد طبعا عهد أو عصر محمد علي. جاء الاحتلال البريطاني زود الصناعة ضعف أكتر وأكتر. ليه؟ لأنه أصبحت مصر والسوق المصري مجال لبيع المنتجات الصناعية الأوروبية، يعني الصناعة المحلية بدأت تتدهور أكتر وأكتر. كمان الحكومة المصرية لم تستطع حماية الصناعة المحلية الخاصة بها، بل وضعتها في منافسة غير متكافئة. إزاي؟ من خلال مجموعة من الإجراءات اللي قامت بها الحكومة المصرية. أول هذه الإجراءات طبعا إنه فرضت ضريبة مقدارها 8% على جميع المنسوجات القطنية، وده أدى إلى كساد صناعة غزل ونسيج القطن في مصر. الإجراء الثاني اللي قامت به الحكومة المصرية إنه قامت بفرض ضريبة استهلاك على السكر المحلي، وده أدى إلى إيه؟ أدى إلى ارتفاع سعر السكر المحلي ومساواته بسعر السكر المستورد، فبالتالي بدأت الناس تشتري السكر المستورد وكسدت صناعة السكر المحلي. الحاجة الثالثة إنه الحكومة المصرية جعلت سعر الضريبة على الآلات المستوردة اللازمة للصناعة بتساوي أو بتعادل سعر الضريبة على السلع الأجنبية، وده اللي أدى طبعا إلى ارتفاع تكلفة الصناعة المحلية في مصر وأدى أيضا إلى صعوبة تسويقها. الحاجة الرابعة إنه قامت الحكومة بفرض رسوم على المصنوعات المصرية المصدرة بمقدار حوالي 1.25%، وده اللي أدى إلى ارتفاع سعر هذه المصنوعات اللي كان المصريين بيصدروها يعني، فلم تجد مشتري لها في السوق الخارجي. الحاجة الخامسة والأخيرة إنه أهملت الحكومة التعليم الصناعي بعد انهيار نظام الاحتكار، ولم تنتبه إلى هذا الإهمال إلا في عام 1905 لما قامت بإنشاء إدارة للتعليم الفني الصناعي. طب تعالوا مع بعض نتعرف على النتائج المترتبة على تدهور الصناعة المصرية في ظل الاحتلال البريطاني من خلال 3 نتائج رئيسية. النتيجة الأولى إنه تم بيع ما تملكه الدولة من مغازل القطن ومعامل النسيج، وكمان تم إغلاق مصانع الأسلحة والذخيرة، والجيش المصري اعتمد على تمويله بالمعدات والذخيرة من طبعا انجلترا لما كانوا بيشتروا هذه المعدات والأسلحة والذخيرة من انجلترا. تدهورت الصناعات الصغيرة، وده بسبب انتشار حالات الإفلاس بين أصحاب هذه الصناعات، ولم يعد هناك طائفة تحميهم، وده بسبب إلغاء نظام الطوائف سنة 1891. النتيجة الثالثة إنه أصبحت البضائع المستوردة بتشكل نسبة كبيرة من استهلاك الشعب المصري، لدرجة إنه اللورد كرومر المعتمد البريطاني طبعا كان موجود في مصر كان بيفخر في التقرير السنوي اللي كان بيرسله إلى حكومته في لندن سنة 1905 بقوله الآتي: إن المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات المحلية، وأن الدكاكين أو المحلات يعني في مصر أصبحت بتبيع كل ما هو أوروبي الإنتاج. طيب تعالوا نختم مع بعض الصناعة في موقف أصحاب رؤوس الأموال من الصناعة في مصر، طبعا هنختم الصناعة في ظل الاحتلال البريطاني. هناك نوعين من أصحاب رؤوس الأموال، في هناك أصحاب رؤوس أموال وطنيين مصريين يعني، وفي أصحاب رؤوس أموال أجانب. الاتنين أحجموا يعني ابتعدوا عن استثمار أموالهم في مجال الصناعة. طيب إيه السبب؟ كل واحد من الاتنين كان ليه سبب، يعني أصحاب رؤوس الأموال الوطنيين ابتعدوا عن استثمار أموالهم في الصناعة. ليه؟ لأنهم كانوا بيفضلوا استثمار أموالهم في استصلاح الأراضي الزراعية. أما أصحاب رؤوس الأموال الأجانب كانوا بيبتعدوا عن المساهمة في الصناعة، وده لإفساح المجال أمام منتجات بلادهم الصناعية، وبدأوا بأموالهم دي يروحوا يشغلوها في مجالات تانية مثلا زي تسليف الحكومة والمنتجين الزراعيين وشراء الأراضي الزراعية زي ما ذكرنا من شوية في جزئية الزراعة. تعالوا مع بعض نروح لآخر حاجة في الصناعة اللي هي إنجازات ثورة 23 يوليو
في مجال الصناعة. طبعا الثورة قامت بمجموعة من المشروعات الصناعية لزيادة الإنتاج، ومن هذه المشروعات طبعا توليد الكهرباء من خزان أسوان، إنشاء المصانع الحربية لتزويد الجيش بالأسلحة والذخيرة، إنشاء مصنع للحديد والصلب في حلوان، وأيضا إنشاء مصنع للأسمدة في أسوان، التوسع في استخراج البترول وإقامة معامل لتكريره، والاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني، وإقامة صناعات جديدة، والتوسع في الصناعات القائمة فعلا. ده كده يكون نهاية الجزء الخاص بالصناعة، كده يكون احنا انتهينا من الزراعة والصناعة، نروح مع بعض سريعا كده للتجارة. لما اجي اتكلم على التجارة هنبدأ زي ما بدأنا في الزراعة والصناعة من الفصل الأول، في فترة وجود الحكم العثماني في مصر قبل ما يجي الحملة الفرنسية. التجارة في تلك الفترة تم تقسيمها إلى نوعين، تجارة داخلية وتجارة خارجية، والاثنين كانوا متدهورين. طب نبدأ كده أول حاجة بتدهور التجارة الخارجية، إيه سببه؟ طبعا سبب الرئيسي هو تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح أو الدوران حول قارة أفريقيا، وده أدى إلى اقتصار علاقة مصر أو صلات مصر التجارية فقط على دول حوض البحر المتوسط والسودان والحبشة وبلاد العرب واليمن. طب بالنسبة لأسباب تدهور التجارة الداخلية، هي عدم استقرار الأمن، وده بسبب طبعا اشتداد النزاع بين الفرق العسكرية والإغارات المتلاحقة للبدو. الحاجة الثانية هو عدم ثبات قيمة العملة المتبادلة واختلاف الموازين والمكاييل من مكان لآخر، ده السبب الثالث. طيب بالنسبة للتجارة في فترة وجود الحملة الفرنسية في مصر كانت مقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولانية كانت في فترة نابليون وكليبر، وكانت التجارة في ذلك التوقيت بيوصي بها الركود بشكل كبير. طب إيه السبب؟ طبعا هو حصار الأسطول الإنجليزي للشواطئ المصرية ووجود الجيش العثماني في سوريا أو في بلاد الشام، وده اللي أدى إلى ركود التجارة بشكل كبير. ونعرف معلومة مهمة أيضا في الجزئية دي، إنه نابليون كان هو أول من اتبع سياسة التفاهم مع شريف مكة. تغير الركود ده إلى حد ما شوية كده في عهد مينو، واللي عمل على إحياء التجارة الخارجية، وده ليه يعني دليلين، إنه أول حاجة قام بفتح أسواق جديدة لمصر في بلاد البحر الأحمر، فصارت السفن بين جدة وينبع والسويس محملة بالمصنوعات المختلفة زي الأنسجة القطنية والشيلان الصوفية والحرائر، بالإضافة طبعا إلى البن. وأيضا الحاجة الثانية أو الدليل الثاني، إنه أقام علاقات مع كل من سنار ودارفور في السودان، بالإضافة طبعا علاقات مع الحبشة وبعض بلاد شمال أفريقيا. تعالوا مع بعض نتعرف على الصناعة، على التجارة ولا إيه في الفصل الثاني، ونتكلم على التجارة في عهد محمد علي. نفس الكلام، هتكلم على نوعين من التجارة، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية طبعا احتكر محمد علي تسويق وبيع جميع المحاصيل الزراعية في مصر، والتجارة الخارجية طبعا محمد علي أو الدولة أو الحكومة المصرية يعني كان بتقوم بالتجارة الخارجية بشكل مباشر، وده من خلال البيع للتجار الأجانب سواء كان داخل مصر أو خارجها. واحتكر محمد علي تجارة الواردات، يعني ما فيش غيره اللي استورد من بره. ليه؟ لأنه محمد علي كان لا يشجع الاستيراد كثيرا، وده بسبب النظرية الاقتصادية الصحيحة جدا، أنه كان بيرى أن الدولة القوية هي الدولة التي تزيد صادراتها عن وارداتها. ده بالنسبة للتجارة الداخلية والخارجية في عهد محمد علي. تعالوا مع بعض نشوف التجارة بعد سقوط الاحتكار في عهد خلفاء محمد علي. التجارة الداخلية في عهد خلفاء محمد علي لم تتأثر بشكل كبير بسقوط نظام الاحتكار. ليه؟ لأنه كان التخفيف من قيود الاحتكار على التجارة الداخلية كان يعني بشكل تدريجي، يعني تأثرت أكثر التجارة الخارجية من التجارة الداخلية. طب إيه الدليل؟
رقم واحد هتكلم على انه المنتجين الزراعيين في مصر سمح لهم بإقامة حلقات لبيع الإنتاج، وده من خلال المزاد بدلا من البيع عن طريق الشونة الحكومية. أيضا سمح للتجار الإنجليز بالاتجار، يعني البيع والشراء في المنتجات الزراعية والصناعية، يبيعوها داخل مصر أو ياخدوها يصدروها إلى الخارج. قام التجار الأجانب بتوريد ما يحتاج السوق المصري من منتجات، وأيضا زاد حجم التجارة وزاد نشاط الأجانب في الاستيراد والتصدير بشكل يعني أعم في عهد الخديوي سعيد، أو في عهد سعيد باشا، وده اللي ترتب عليه يعني تطور في مجال النقل والمواصلات. فتم إنشاء الخط الحديدي بين الإسكندرية والقاهرة، وده طبعا هدفه الأساسي هو ربط القاهرة بالبحر المتوسط، وأيضا قام بإنشاء خط حديدي آخر يربط ما بين القاهرة والسويس، وده عشان يربط القاهرة بالبحر الأحمر. يبقى الخط الأول عشان يربط القاهرة بالبحر المتوسط، والخط الثاني عشان يربط القاهرة بالبحر الأحمر. أيضا تم في عهد سعيد تمهيد الطرق البرية والسكك الزراعية وتوسيع شبكة البرق والبريد. تأسست أيضا شركتان للملاحة، واحدة بحرية والتانية نيلية، بس كانت برؤوس أموال أجنبية. وفي عهد سعيد أيضا تمت الموافقة على مشروع قناة السويس. مشروع قناة السويس طبعا دي القناة اللي هتربط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط. تعتبر يعني القناة دي أهم المشروعات اللي ظهرت بعد سقوط نظام الاحتكار في ظل وجود الاستثمارات الأجنبية في مصر طبعا، وهدفها الأساسي هو تسهيل مرور التجارة بين الشرق والغرب، بين الشرق حيث مناطق المواد الخام والتسويق والاستهلاك، والغرب حيث مناطق الإنتاج والصناعة في قارة أوروبا. طيب يا ترى ما هو موقف محمد علي من هذا المشروع؟ لأنه هذا المشروع زي ما عرفنا قبل كده إنه تم عرضه على محمد علي، ومحمد علي طبعا رفض هذا المشروع بشكل كامل، وده بسبب إنه ما كانش عايز إن الدول الأوروبية تتدخل في شؤون مصر، وقال طبعا المقولة المشهورة بتاعته: لا أريد بسفورا في مصر. وده طبعا نسبة لمضيق البسفور التركي. لما عرض المشروع على ابنه سعيد باشا وافق طبعا، وادى امتياز حفر القناة لصديقه المسيو فريديناند دي ليسيبس، والامتياز ده كان مكتوب فيه انه يتم استثمار القناة لمدة 99 عام من تاريخ الافتتاح اللي تم في عهد إسماعيل في نوفمبر 1869. ده بالنسبة للجزئية الخاصة بموافقة سعيد على الحاجة اللي رفضها والده محمد علي. طيب الامتياز ده أو العقد اللي تم يعني الاتفاق عليه بين فرديناند لسيبس وبين سعيد باشا، كانت الشروط بتاعته مجحفة، يعني كانت ظالمة للمصريين، وكانت من ضمن أهم مظاهر التدخل الأجنبي في مصر. إيه الدليل على الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نتعرف على أهم شروط امتياز قناة السويس. الشرط الأول أن تتنازل الحكومة المصرية للشركة عن الأراضي اللازمة لحفر القناة مع الإعفاء الكامل من الضرائب. البند الثاني أو الشرط الثاني إلزام الحكومة المصرية بحفر ترعة من خلالها هتوصل المياه العذبة للعاملين بالمشروع اللي عرفت فيما بعد باسم ترعة الإسماعيلية. للشركة حق انتزاع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد واللازمة لحفر القناة أو للمشروع، يعني مقابل تعويض مالي عادل. للشركة حق استخراج المواد الخام من المناجم والمحاجر الحكومية دون ضرائب. البند الخامس أو الشرط الخامس أن تقدم الحكومة المصرية 4/5 أو 80% يعني من العمال اللازمين لحفر القناة. دول 5 حاجات هتقدمهم الحكومة وهتحصل عليهم طبعا شركة قناة السويس، الشركة الفرنسية أو الشركة الأجنبية، مقابل إيه؟ مصر يعني هتحصل على إيه؟ مصر هتحصل على 15% من صافي الأرباح، وعلى 44% من أسهم الشركة طبعا، والاتنين دول هيتم بيعهم في عهد كل من إسماعيل وتوفيق طبعا سدادا للديون اللي مصر وقعت فيها فيما بعد.
ده بالنسبة للجزئية الخاصة بقناة السويس واللي ختمنا بيها موضوع التجارة في عهد خلفاء محمد علي. تعالوا مع بعض نتعرف على الناحية التجارية في منطقة القرن الأفريقي في فترة حكم مصر لها في عهد الخديوي إسماعيل، واللي من خلاله هنتعرف إن التجارة كانت بتسير في تلك المناطق بأمان، ده بسبب توفير الطرق وتوفير الأمن والحماية للتجار في هذه المناطق. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على التجارة في فترة وجود الاحتلال البريطاني في مصر. لما أجي أتكلم على التجارة هتكلم إنه الأجانب أو الإنجليز أو الاحتلال الإنجليزي يعني فرض قيود على الإنتاج المحلي وعلى تسويقه أو بيعه محليا، وده اللي ترتب عليه ارتفاع شأن الوكالات التجارية الأجنبية في مصر. الحكومة المصرية لم يعد لها إلا فقط الرقابة على الأسواق، ده بس لعلاقة بالأمن العام، يعني مش من حقها تراقب لا أسعار ولا حد بيبيع ولا بيشتري، بس بتحفظ الأمن والأمان فقط. بدأت رؤوس الأموال المتراكمة عن التجارة اللي كانت في أيدي طبعا الأجانب تستثمر في شكل كبير في مجال الشركات والبنوك والمراهنات، وكان من ضمن أهم البنوك اللي تم إنشاءها طبعا هو البنك الأهلي، واللي كان ليه أثر سلبي كبير منذ إنشاءه سنة 1898. يا ترى إيه هو الأثر السلبي الناتج عن إنشاء هذا البنك على الاقتصاد المصري؟ طبعا البنك الأهلي احتكر إصدار الأوراق المالية المصرية وكافة الأعمال المصرفية، ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى ارتباط العملة المصرية بالعملة الإنجليزية، بحيث أن أي اهتزاز هيحدث في قيمة العملة الإنجليزية على طول بشكل مباشر يعني هيؤثر على قيمة العملة المصرية. طيب تعالوا نختم التجارة الجزء الأخير فيها اللي هي إنجازات ثورة 23 يوليو في مجال التجارة. تم تمصير البنوك والشركات وتولى طبعا المصريين إدارتها، ووجهت مصر تجارتها لكل دول العالم، وتم فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية. كده يكون احنا انتهينا من أول 3 عناصر اللي هي الزراعة والصناعة والتجارة. تعالوا مع بعض نختم بالعنصر الرابع في محاضرة النهاردة اللي هو الأحوال الاجتماعية. نبدأ كده بالأحوال الاجتماعية في ظل الحكم العثماني في فترة ما قبل مجيء الحملة الفرنسية. كلنا طبعا عارفين ان المجتمع المصري في فترة الحكم العثماني كان بينقسم الى فئتين رئيسيتين. الفئة الاولى هي فئة الحكام اللي كانت بتضم طبعا اصحاب السلطة والنفوذ من البشوات الاتراك والبكوات المماليك، طبعا دول كانوا عايشين في عزلة اجتماعية عن باقي فئات المجتمع المصري. الفئة الثانية هي فئة المحكومين اللي هم المصريين طبعا، واللي كانت بتنقسم داخليا الى شريحتين، الشريحه الوسطى اللي بتضم المشايخ والعلماء والتجار، والشريحه الاقل اللي بتضم الفلاحين وصغار الحرفيين وعامه الناس. طيب تعالوا مع بعض نروح للاحوال الاجتماعيه في عهد الحمله الفرنسيه. طبعا مش هنتكلم بشكل مباشر على الاحوال الاجتماعيه لانها مش مذكوره بشكل مباشر، بس هنتكلم على حاجتين كده احنا ربطنا بيه يعني بينهم وبين الاحوال الاجتماعيه. الحاجه الاولانيه هي مجال الصحه العامه، لما قامت يعني الحمله بانشاء محاجر صحيه في كل من القاهره والاسكندريه ودمياط ورشيد، بالاضافه الى انشاء مستشفى عسكري، ده هنعتبره يعني تابع للناحيه الاجتماعيه. طيب هل في حاجه تاني في فتره الوجود الفرنسي في مصر ليه علاقه بالناحيه الاجتماعيه؟ في اخر الفصل الأول في جزئية كده بيتكلم إنه الحملة كانت صدمة حضارية، أو يعني أحدثت صدمة حضارية في مجالات متعددة، في منهم مجال سياسي اللي هو فكرة الدواوين، وفي منهم مجال علمي اللي هو المجمع العلمي، واللي يخصني النهاردة في الجزئية دي اللي هو الجزء الاجتماعي. ليه؟ لأن الحياة الاجتماعية للفرنسيين نبهت أذهان المصريين إلى وجود أنماط وأنواع تانية من الحياة موجودة في قارة أوروبا. هذه
الأنماط من الحياة يعني بتختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، عادات وتقاليد المجتمع الشرقي. فبدأ المصريين يعني يميلوا أكتر لمحاكاة أو تقليد يعني هذا النوع من الحياة، وده اللي اعتبرناه يعني صدمة حضارية ليها علاقة بالتأثر الاجتماعي بين المصريين والفرنسيين في ظل وجود الحملة الفرنسية. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على الحياة أو الأحوال يعني الاجتماعية في الفصل الثاني، ونبدأ كده بمحمد علي. محمد علي سياسته سواء كان الاقتصادية أو حتى السياسة العسكرية والسياسية أثرت بشكل كبير في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية في مصر، وده ممكن نتكلم على العلاقة ما بين نظام الاحتكار مثلا وتشكيل القوى الاجتماعية في عهد محمد علي، أو يعني قضاء محمد علي على المعادين لي أو يعني المناوئين لي وتشكيل القوى الاجتماعية. كل هذه الأسئلة إجابتها طبعا في أنه في قوى اجتماعية تدهورت واختفت وحل محلها قوى أخرى، ثلاثة اختفوا وثلاث قوى ظهرت بدلا منها. زي مين مثلا؟ المماليك اختفت كطبقة حاكمة وحل محلها أسرة محمد علي وبعض الأتراك. علماء الأزهر نفوذهم تضاءل طبعا بعد نفي عمر مكرم، وانتقل مركز القيادة من الأزهر إلى خريج المدارس الجديدة. الحاجة الثالثة أن طبقة التجار تدهورت بسبب احتكار الحكومة طبعا للتجارة الداخلية والخارجية، فاختفت بعض الشخصيات الكبيرة مثل التاجر الكبير أحمد المحروقي وحل محلها طبعا التجار الأجانب ووكلائهم واللي قاموا بدور الوسطاء. فكده عندنا ثلاثة اختفوا وفي ثلاثة حل محلهم أو يعني أصبحوا موجودين بدلا منهم، ولكن في ثلاث قوى رئيسية ما كانتش موجودة وظهرت واستفادت من نظام محمد علي ومشروعاته في مصر. هذه القوى الثلاثة هي الأعيان اللي ظهرت من كبار ومتوسط ملاك الأراضي الزراعية واللي زادت قوتهم وتميزهم في المجتمع منذ منتصف القرن التسعتاشر. ظهرت أيضا طبقة عمال الصناعة، ده من خلال ظهورهم في المصانع الكبرى طبعا مع استمرار طوائف الحرف الصناعات الصغيرة كوسطاء للحكومة. أيضا ظهرت طبقة البدو كقوة اجتماعية مستقرة بعد ما محمد علي منح زعمائهم أراضي واسعة فدخلوا في الحياة المدنية بشكل تدريجي. ده كده بالنسبة للأحوال الاجتماعية في عهد محمد علي. طب الأحوال الاجتماعية في عهد خلفاء محمد علي يعني بعد سقوط نظام الاحتكار، بدأت يعني تتدهور بعض يعني القوى الاجتماعية، وبدأ يعني تتطور أو تزدهر بعض القوى الأخرى. زي مين مثلا؟ هتكلم على مجال الصناعة مثلا، تدهورت طوائف الحرف ومكانة شيوخ الطوائف. في مجال التجارة تناقص دور التاجر المحلي لحساب الوكالات الأجنبية. في مجال الزراعة هنا برزت طبقة كبار ومتوسط ملاك الأراضي الزراعية اللي بدأوا يتطلعون إلى المشاركة في الحياة السياسية، زي ما تعرفنا كده أنهم بدأوا يدخلوا في مجالس المديريات والمجالس النيابية. طيب كده يكون إحنا يعني انتهينا من الجزء الخاص بأحوال الاجتماعية في فترة سقوط نظام الاحتكار. تعالوا نتعرف على الأحوال الاجتماعية في منطقة القرن الأفريقي أو دور مصر الاجتماعي يعني في عهد إسماعيل في منطقة القرن الأفريقي. هتكلم على ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأولاني أنه الإدارة المصرية في منطقة القرن حاولت أن تنشر السلام الاجتماعي، يعني تحاول أن تنشر السلم وتعمل عمليات صلح ما بين الأهالي والقبائل، فبدأت تشكل الحكومة المصرية مجالس صلح الفصل في المنازعات، لدرجة أنه الإدارة المصرية كانت في بعض الأوقات هناك بتدفع دية القتلى أو ديات القتلى للقبائل اللي كانت بتعجز عن الوفاء بها، وده طبعا حقنا للدماء. طيب الناحية الثانية أنه بدأت الحكومة تهتم بالجانب الروحي في منطقة القرن الأفريقي، وده من خلال إرسال بعض علماء الأزهر الشريف لتثقيف الأهالي في الدين الإسلامي. أيضا قامت بإنشاء بعض المدارس لتعليم الحساب والخط والنحو.
نروح للفصل الثالث ونتكلم على الأحوال الاجتماعية، أو الفصل الرابع يعني، ونتكلم على الأحوال الاجتماعية في فترة قيام ثورة 23 يوليو 1952. في سؤال مهم سألناه قبل كده ونسأله تاني هو نجاوب عليه، بما تفسر كيف حققت الثورة المبدأ الثالث والرابع لها؟ طبعا كلنا عارفين انه ثورة 23 يوليو كان ليها ست مبادئ رئيسية، ثلاثة كان بيبدأوا بالقضاء على، وثلاثة كان بيبدأوا بإقامة. طب رقم ثلاثة اللي هو المبدأ الثالث اللي هو القضاء على الإقطاع، والمبدأ الرابع اللي هو إقامة عدالة اجتماعية، ده اللي هم الاثنين اللي كان المقصود بالسؤال بتاعنا. كيف حققت الثورة المبدأين الثالث والرابع؟ نبدأ كده بتحقيق المبدأ الثالث هو القضاء على الإقطاع، وده من خلال إصدار قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952، وده اللي من خلاله تم يعني الاستيلاء على أراضي الإقطاعيين اللي كانوا في مصر وتوزيع هذه الأراضي على صغار الفلاحين المصريين. طيب المبدأ الرابع هو إقامة عدالة اجتماعية، وده من خلال مجموعة من الإجراءات، أولها تعميم مجانية التعليم في جميع مراحله بما فيه طبعا الجامعي، إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين والعمال، حددوا ساعات العمل ب7 ساعات يوميا، وإشراك العمال في مجلس إدارة الشركات والمصانع مع تخصيص نسبة للعمال من أرباح الشركات، وختاما منح المرأة حق الترشيح والانتخاب. بإقامة العدالة الاجتماعية الناحية الاجتماعية في فترة ثورة 23 يوليو يكون كده جزء الأحوال الاجتماعية قد انتهى. إن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هو يوم الأربعاء إن شاء الله هنتكلم على مجموعة أخرى من العناصر المرتبطة ببعضها البعض، واللي هنبدأ بالعنصر الخامس اللي هو نظام الحكم أو الحياة السياسية اللي موجودة في منهج التاريخ لسنة ثالثة. إلى أن يأتي هذا الموعد أترككم في رعاية الله وفي معيته. كان معكم مستر وليد خليف عبد الراضي، إدارة البنان التعليمية محافظة سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.